ستارتي. تمام، المفروض بإذن الله النهاردة هنتكلم عن الكومبتيتيف اناليسيس ونشوف التفاصيل بتاعة المنافسين. بس خلينا كده نعرف الأول الجزء بتاع المنافسين، أو على أي أساس أنا بقول إن ده منافس أو غير منافس، يعني ليه بقول على ده منافس أو بقول عليه غير منافس أو ده مش منافس بتاعي. في الحالة بتاعة المنافسة بشوف الناس اللي بتستهدف نفس العملاء بتوعي والناس اللي بتقدم نفس البرودكت اللي انا بقدمه. يعني امتى اقول ان ده مناسب منافس ليا؟ يبقى ده بيزنس او شخص او حد بيقدم نفس الخدمات اللي انا بقدمها لنفس متطلبات واحتياجات السوق او نفس متطلبات واحتياجات العملاء. يعني مثلا لما اقول ان ده منافس ليا بناء على ان ده بيقدم نفس الخدمات اللي انا بقدمها. طيب لو حد تاني بيقدم خدمات مختلفة، هل بعتبره منافس؟ اه بعتبره منافس. بعتبره منافس ازاي؟ عندنا المنافسين بيتقسم لجزئين، علشان ابتدي افهم كويس المنافسين ببتدي اقسمهم لجزئين: منافس مباشر ومنافس غير مباشر. طب المنافس المباشر ده بيكون اللي بيقدم نفس الخدمة اللي انا بقدمها لنفس العملاء اللي انا شغال عليها. يعني انا دلوقتي مثلا لو انا مثلا ببيع مثلا ادوية مثلا للبرد، طيب انا لو انا عند شركة ادوية وبقدم دواء يخدم الناس اللي هي عندها برد او عندها انفلونزا، فخلاص اي شركة بتدي ادوية للبرد فده كده منافس مباشر ليا ومنافس صريح بالنسبة لي، وبعتدي اعتبره منافس لانه بيستهدف نفس الفئة اللي انا شغال عليها. طيب لو هو منافس تاني غير مباشر بعتبره ازاي، او منافس غير مباشر ازاي؟ زي مثلا بتوع الاعشاب، انا دلوقتي تاجر بتاع اعشاب ببيع اعشاب وخلطات معينة علشان تبتدي تضيع عندك البرد وتضيع عندك اي اثار للبرد وما الى ذلك. الناس بتوع الخضروات والحاجات اللي هي بتشتغل على البرد لكن مش دواء، مش دواء بشكل صريح، يعني حاجة مباشرة حاجة غير مباشرة. بتروح مثلا، في ناس تقول لك انا والله انا عندي برد، بتروح للعطار وتقول له والله انا عايز مجموعة البرد او حاجات للبرد، فبتبتدي تجيب من عنده وتبتدي تستعملها، ما بتستعملش ادوية او ما بتحبش تستعمل ادوية. طب هو ده منافس؟ اه ده منافس لشركة الادوية، اه منافس لشركة ادوية لكنه غير مباشر. يعني مثلا لو انا قلت مثلا اوبر وكريم، طيب اوبر وكريم، كريم مثلا لما كان في كريم كان المفروض ان ده براند بينافس اوبر بس بطريقة مباشرة، ان ده منافس مباشر ليه، منافس قصاده على طول. طيب لو احنا قلنا مثلا التاكسيهات، مثلا الناس اللي شغالة في التاكسي ده منافس ليه برضو بس منافس غير مباشر، يعني منافس بديل بيأدي خدمة مختلفة. او مثلا لو قلنا مثلا الباصات وما الى ذلك، دي ناس بتنقل برضو وفي نفس الوقت هم غير مباشرين، وفي نفس الوقت هو مباشر ليا بس بيقدم نفس الخدمة. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان المنافس هو اللي بيقدم نفس الخدمات اللي انا بقدمها او بيلبي احتياجات العملاء اللي انا بشتغل عليها، لكن ببتدي اقسمهم: لو مباشر بيقدم نفس الخدمات، لو غير مباشر بيقدم خدمات مختلفة لكنها بتخدم الاحتياج بتاع العملاء اللي انا بستهدفها او الشريحة اللي انا بستهدفها او الناس اللي انا بشتغل عليهم. ده كده المنافسين. يعني مثلا المفروض لو انا بشتغل في السوق، طب عايزين نشوف المنافسين بتوعنا، بنبتدي نشوفهم ازاي؟ بنبتدي نحدد الناس اللي بتقدم نفس الخدمات بتاعتنا في نفس الاريا، وبناء على كده ببتدي اشتغل عليها. طيب ده كده تعريف بسيط او تعريف تمام كده. بالنسبة لكم الشاشة باينة؟ تمام، اوكي. طيب ده كده الجزء بتاع المنافسين او تعريف المنافسين او المفروض المنافسين بتوعي مين بالظبط.
في عندكم فيها اي مشكلة او تعريف المنافسين نفسه في مشكلة. احنا قلنا ان هم المنافسين هم الناس اللي معايا في نفس الاندستري او في نفس المجال وبيجذبوا العملاء اللي المفروض بيقدموا عندهم احتياج معين وبيقدم لهم نفس المنتجات اللي تلبي احتياجاتهم دي. طب في منافس مباشر وفي منافس غير مباشر. المنافس المباشر هو المنافس اللي بيأدي نفس المنتجات اللي انا بقدمها. ايه المنافس الغير مباشر؟ هو اللي بيقدم المنتجات عكس المنتجات اللي انا بقدمها او منتجات مختلفة لكنها بتدي او بتصب في نفس الغرض او بتأدي وبتسد احتياجات العملاء بتوعي اللي انا بستهدفه. طيب حد عنده اي سؤال في موضوع تعريف المنافسين او مش فاهم الجزئية بتاعة تعريفهم عشان نبتدي نخش في بقية التفاصيل؟ طيب تمام. طيب خلينا بقى نخش في الأجزاء التانية. طب في هنا مثلا سؤال، المنافسين لو هعمل منتج بيجيب منافسين في السوق في التسعير وسرعة دوران المنتج. تمام، في حد عمل شير للسكرين؟ تمام. بعدها قلنا هنزل ازاي احدد سرعة دوران المنتج. هو ايامي انا مش فاهم بصراحة صيغة السؤال. المنافسين لو انا هعمل منتج ما يجيب المنافسين اللي في السوق. انا يعني ترتيبة السؤال مش واضحة بالنسبة لي. طيب السؤال بتاع شيماء، طب لو انا شغال اونلاين بس ازاي اقدر احدد المنافسين؟ لو انا شغال اونلاين ببتدي احدد المنافسين اللي هم شغالين معايا وبيبيعوا بنفس المنتجات اونلاين، وممكن يكون حد شغال اوفلاين وبيبيع نفس المنتجات بتاعتي. لان انا لو انا عميل هقدر ان انا اشتري اونلاين واقدر ان انا اشتري اوفلاين. يعني انا لو انا هروح اشتري اونلاين ممكن اختار ان انا اروح اشتري بدل ما اشتري اونلاين اشتري من محل عادي، وممكن العكس اشتري من محل عادي ما اروحش اشتري اونلاين واشتري من الاونلاين. يعني على حسب انت الكلاينت بتاعك بيميل لايه والكاستمر بيهيفير عندك رايح في اي اتجاه. فخلينا ناخد لو انا شغال اونلاين او اوفلاين الاتنين نفس الوي على حسب الكاستمر بيهيفير بتاعي رايح فين. العملاء اللي عندي رايحين في اي اتجاه بالظبط؟ هل هم بيفضلوا الجزء بتاع الجزء بتاع الاونلاين ولا الجزء بتاع الاوفلاين، وابتدي احدد على اساس ده المنافسين بتوعي. تمام. طيب خلينا كده ان ناخد الجزء الاولاني بعد ما خلاص عرفنا التفاصيل بتاعه المنافسين نفسهم. خلينا نتكلم في الجزء بتاع الـ اسم الشركه نفسه. يعني انت لما تيجي تحدد المنافسين لازم بتختار شركه معينه. ما ينفعش ان انت انا هشتغل على المنافسين وتبتدي تشتغل على كل المنافسين اللي في السوق، لان دي بتبقى حاجة مش كويسة خالص. يعني ان انت تبتدي تحدد مجموعة معينة من المنافسين. طب هتحدد ده بناء على ايه؟ نحدد ده بناء على المنافسين بتوعي في السوق قد ايه وابتدي احددهم في الاقرب ليا. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي 5 منافسين، طب ازاي اشتغل عليهم او ازاي احدد ال5 منافسين دول او ليه بالذات ال5 منافسين دول؟ لان انا هعتمد على انهي اكتر واخد شريحة في السوق. يعني عندي 3 من المنافسين واخدين شريحة كبيرة جدا من السوق، فانا ممكن اشتغل على ال3 دول بما انهم واخدين شريحة كبيرة. يعني مثلا في قاعدة بتاعت 20-80. القاعدة بتاعت 20-80 بتقولك لو انت عندك 20% من المنافسين بتوعك واخدين 80% من السوق وعندك 80% من المنافسين واخدين 20% من السوق، فانت بتشتغل على جزء من المنافسين اللي هم واخدين شريحة كبيرة جدا في السوق. يعني مثلا لو انت بتبيع مثلا منتجات موبايلات مثلا كسنترال مثلا في الشارع مثلا او انت في الاريا بتاعتك او في القاهرة او بتبيع اونلاين، طب ازاي هتحدد ان الناس دي هي اللي انت بتستهدفها او الناس دي اللي انت فعلا
محتاج ان انت تحطهم كمنافسين، بتبتدي تحدد انهي اكتر ناس شغالة، انهي اكتر ناس بتبيع، انهي اكتر ناس بالنسبة لك او العملاء بتوعك بيروحوا لهم او العملاء بتوعك بيتعاملوا معاهم بشكل كبير، وبناء على ده بتبتدي تحدد انا هاخد المنافس A و B و C دول اشتغل معاهم، وبقية المنافسين الشريحة بتاعتهم السوقية قليلة، فانا هبتدي اشتغل على الجزء ده من المنافسين. فانت ما بتشتغلش على كل المنافسين، لا انت بتحدد شريحة معينة او بتحدد جزء محدد او جزء معين من المنافسين وتبتدي تشتغل عليه، ما بتشتغلش على كل المنافسين ولا انت بتشتغل على جزء معين او جزء محدد من المنافسين بشكل معين. يعني في مشكلة في الصوت؟ طب في حد تاني عنده مشكلة في الصوت؟ في حد تاني عنده مشكلة في الصوت غير سلمى، ولا أنا مشكلة من عندي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، خلاص كده الصوت تمام. طيب فأنا ببتدي أحدد المنافسين دول بناء على 20% من كام من المنافسين ومعاهم واخد جزء كبير في السوق، وابتدي على أساس ده أشتغل. فأنت ما ينفعش إن أنت تحدد كل السوق وتشتغل على كل المنافسين وما إلى ذلك، لا لازم بتحدد الأول مين من المنافسين اللي أنت هتشتغل عليهم وبناء عليه تشتغل. طيب بعد كده المفروض بتشتغل على ايه؟ بعد ما انت حددت المنافسين بتشتغل على المنتجات. تمام، بتبتدي تشتغل على المنتجات اللي انت محددها، بتحدد المنافسين دول عندهم مجموعة معينة من المنتجات، بتبتدي تحدد المنتجات دي، وبناء على المنتجات دي بتبتدي تاخد منتج منتج، تشوف المنتج ده بيضاهي ايه من المنتجات اللي عندك وبينافس ايه من المنتجات اللي عندك. يعني مثلا لو ده مثلا محل اجهزة كهربائية او شركة بتصنع في الاجهزة الكهربائية وعندك منافس عنده مجموعة من الاجهزة الكهربائية، فانت بتبتدي تحدد هل الاجهزة الكهربائية دي اللي هي مثلا تلاجة وغسالة وبوتاجاز وماذا، هل كل الشرائح دي او كل المجموعات من المنتجات دي بتنافس المنتجات اللي عندك ولا لا، وبتبتدي تاخد من عنده منتج منتج وتبتدي تحلل المنتج ده تفاصيله ايه، هل هو عنده منتج مميز، لان مفيش شركة بتشتغل على كل المنتجات في نفس الوي، لا هي بتاخد عندها منتج واحد بيكون هو المنتج الكبير بتاعها او المنتج اللي واخد اريا كبيرة واخد سمعة كبيرة في السوق وهو اللي بيشيرها. يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا على يونيون اير، فانت عندك دي عندها منتجات مختلفة لكنها سبيسيفيك بشكل محدد. لو اتكلمنا على التكييفات فهي حاجة كويسة جدا، لو اتكلمنا مثلا عن ايديال فهي عندها منتجات مختلفة، فلا بس ايديال عندها موضوع الثلاجات حاجة مهمة جدا. فانت بتشوف المنتجات بتاعة الشركات دي، لان حاليا برضو معظم الشركات بقت تشتغل او جزء كبير من الشركات بقت تتجه ان هي تعمل لكل براند من المنتجات اسم لوحده ببراندنج لوحده بعيدا عن اسم الشركة، بحيث ان هي يكون عندها فيرايتي كتير، عندها منتجات مختلفة او براندز مختلفة، وبناء على البراندز دي تبتدي ان هي تعمل ليها سمعة في السوق كبيرة، أو يكون ليها صلاحية، أو يكون ليها متسع كبير من السوق إن هي تقدر تنافس يمين وتنافس شمال، تنافس في كل الأسواق، ما يبقاش في منتج ريليتد بمنتج تاني وما إلى ذلك. يعني مثلا لو فكرنا مثلا في يونيليفر مثلا، فيونيليف أو لوريال أو مثلا أي شركة من الشركات الكبيرة أو بي إن جي مثلا، هتلاقيهم عاملين لكل برودكت هو ده منافسة لوحده، واخد وي لوحده، واخد شريحة لوحدها، واخد جزء لوحده بيشتغل عليه بينافس بيه، فده جزء مهم جدا. فانت لازم بعد ما بتحدد خلاص حددت المنافس بتاعك، بتبتدي تحدد المنافس ده ايه المنتجات اللي عنده، بتبتدي تحدد المنتجات اللي عنده منتج منتج، وبناء على عدد المنتجات اللي عنده بتبتدي ان انت تحدد مميزات المنتجات ومواصفات المنتجات وتبتدي تشتغل عليها. فانت بتحلل المنتجات بتاعته، وبناء على المنتجات دي بتبتدي تشوف هل المنتجات بتاعته في ايه في المنتجات عنده بينافسك بشكل كبير، وايه في من المنتجات دي مش بينافسك بشكل كبير. فلازم تحدد بالظبط المنتجات، حددنا الشركة خلاص، بعد كده بتحدد المنتجات
بتاعة الشركة. بعد ما بتحدد المنتجات بتبتدي تحدد حاجة اسمها البوزيشن، بتبتدي تحدد البوزيشن، البوزيشن بتاع الشركة دي ايه بالظبط. يعني مثلا لو احنا مثلا بنتكلم في مثلا لابتوب مثلا، فاحنا عندنا لو اتكلمنا في لابتوب فعندك مثلا ام اس اي مثلا عاملة شركة لابتوب، عاملة ان البوزيشن بتاعها جوه السوق او الجزء اللي بتتكلم فيه جوه السوق ان هي بتستهدف الناس اللي شغالة جيمنج، الناس اللي بتشتغل على الجيمنج، لا هي مهتمة جدا بالجزء ده وعاملة بوزيشن لنفسها في الحتة دي. بتتكلم ان هي بتراعي كل الناس اللي بتلعب العاب على اللابتوب وحاطة لنفسها بوزيشن في الحتة دي. طب هل لو انا اي حد بيقدم مثلا لابتوب او بيقدم خدمات اللابتوب، فهل ممكن يشتغل على نفس الوي؟ اه ممكن يشتغل وينفذها في نفس الوي ده. طب انا لو مستخدم عادي ممكن اجيب اللابتوب مثلا بتاع شركة ام اس اي وابتدي ان انا اشتغل عليه عادي جدا لو انا مش جيمنج؟ اه ينفع، بس هي عاملة لنفسها بوزيشن، واخدة لنفسها حتة كده في السوق بتشتغل عليها. اي حد يقول لك مثلا انا محتاج اجيب لاب جيمنج يقول لك اروح هات ام اس اي. طب لو انا مثلا حد بتاع بيزنس او انا حد بشتغل على البيزنس ومحتاج ان انا يبقى معايا لابتوب شكله لطيف، يكون لابتوب مثلا بيشتغل معايا بشكل سريع، يقدر ان هو معايا في ميتنج يبقى شغال معايا، يقدر يديني ريمايند، في اوبشنز ان هو اوصله بالموبايل وما الى ذلك. هتلاقي بقى في ناس شغالة على المنتج ده او منتجات اللابتوب على انها منتجات لرجال الاعمال، منتج خاص برجال الاعمال مثلا هاند بوك، تمام، او لابتوب هاند بوك. فابتدي عامل لنفسه بوزيشن، عامل لنفسه حتة يقدر ينافس بيها، وابتدي احدد البوزيشنز بتاع كل برودكت او بوزيشن بتاع كل جزء خارج من الشركة دي، وابتدي احط قصاده انا بقدر اقدم الخدمات دي واعمل لنفسي بوزيشن ولا لا. طب هل البوزيشن اللي عندي هو نفس البوزيشن اللي هو حاطه لنفسه ولا لا؟ يعني مثلا لو احنا جينا مثلا قلنا شركة مثلا ابل مثلا عندها اللابتوب بتاعها واخد بوزيشن معين. طب لو انا شركة ام اس اي بتاعت الجيمينج، تمام، او بتاعت اللابتوب اللي بتقدم لابتوب خاص بالجيمينج، طب الاتنين كشركات منافسة او الاتنين بينافسوا بعض، ايه الواي او ايه الربط ما بين ان ده لاب جيمنج وده لاب بتاع بوزيشن او لاب بتاع اجتماعات ورجال اعمال وما الى ذلك، او ناس خاصة بالجرافيك كنوع معين مثلا من الاجهزة وما الى ذلك، ده بوزيشن وده بوزيشن. طب هل بينافسوا بعض؟ هل لو انا واحد بتاع بيزنس هقدر ان انا استعمل اللاب ده او استعمل اللابتوب ده؟ وهل اختياراتي هتروح لاني فيهم؟ وابتدي اشوف البوزيشن بتاع الشركة المنافسة ليا، هل هو بيصب في مصلحتي ان انا باخد شريحة اكبر في الجزء بتاع البوزيشن بتاعي، ولا البوزيشن بتاع المنافس ليا هو الافضل واخد شريحة اكبر، او بالنسبة له واخد جزء كبير من البوزيشن. طيب انا دلوقتي خلاص حددت الجزء بتاع البوزيشن وخلاص عرفت البوزيشن بتاعي، ببتدي اشتغل بعدها على حاجة اسمها البرايس بوينت، النقطة التسعيرية بتاعت الكلاينت اللي معايا، سوري بتاعت المنافس اللي معايا. المنافسين بيبيعوا بكام في السوق؟ السوق كله ماشي على اني نوع من الاسعار بالظبط؟ الصوت بيقطع. طيب بالنسبة لان الصوت بيقطع فانا ايه هحل المشكلة دي حالا. كده الصوت وصل يا جماعة، تمام.
طيب تمام، خلينا نكمل ونشوف ايه الدنيا بالنسبة لنا هتبقى ماشية ازاي. طيب وكمان عملت لكم شير سكرين علشان الدنيا بالنسبة لكم تبقى متظبطة او شايفين الدنيا تمام يعني. طيب دلوقتي خلاص احنا اتكلمنا عن الجزء بتاع الجزء خلاص، عرفنا ان احنا بنحدد شركة معينة بناء على اكتر الشركات اللي واخدة شريحة كبيرة في السوق وعاملة بروفيت عالي وليها اسم مسمع في السوق وناس كبيرة في السوق، واتكلمنا عن الجزء بتاع البرودكت، بنشوف البرودكت بتاعتهم عشان نشوف الاجزاء اللي فيها افيلابيليتي وفيها فاريشن كتير جدا وبتقدر تقدم حاجة كويسة في السوق وبتقدر ان هي تعمل فرشة كويسة في السوق وليها مجموعة منتجات مكملة بعضها وتقدر تخدم الناس بتوعها او تقدر تخدم المستهلك بشكل كبير. وقلنا كمان ان الجزء بتاع البوزيشن لازم ان يكون الشركات عاملة لنفسها بوزيشن وابتدي اشوف البوزيشن بتاعها ايه بالظبط، هل الناس دي عاملة لنفسها بوزيشن ولا لأ، وهل الناس دي ليها اسم و بتقدر تخدم الكلاينت بتاعها ولا لا. طيب وبعد كده خلاص دخلنا بعد كده في الجزء بتاع البرايس بوينت، اللي هو الناس عندها المنافسين بتوعي عندهم برايس بوينت ولا لا، الاسعار اللي بيبيعوا بيها ايه في السوق. في اسواق معينة كده زي السوق المصري موضوع السعر ده مهم فيها جدا جدا، وبعض مثلا الدول الاوروبية زي مثلا كندا عندها موضوع الناس اللي موجودة فيها عندها موضوع السعر مهم جدا. لازم أن يكون انا فاهم الناس بتتكلم في رينج سعر كام. يعني انا مثلا لو ببيع احذية او ببيع مثلا ملابس، لازم أن اشوف الناس المنافسين ليا المعدل السعر بتاعهم رايح فين، هل هم اعلى سعر ايه بيقدموه اقل سعر، الخدمات اللي بيقدموها لو بيقدموا خدمات الخدمات دي الاسعار بتاعتها بتروح في اي اتجاه، هل اسعار قليلة وكواليتي مش تمام ولا هي بتقدم كواليتي كويسة وسعر عالي ولا الأسعار بتاعتها ماشية ازاي، عشان أقدر أشوف أنا أقارن وأنافس بالسعر ازاي، أو أن لما أنا أقدم خدمة مهمة أو إن أنا أشتغل على السيرفيس بتاعتي أو الحاجة اللي بقدمها لازم أنا أكون فاهم أنا أقدر ألعب مع العميل ازاي. يعني مثلا بنلاقي مثلا حد منزل بيقول مثلا في بوست أو في كونتنت أو بيتكلم فيه في منتج بتاعي بيقول لك هو الكواليتي عندي كويسة جدا مقارنة بأي كواليتي تانية أو مقارنة بأسعار تانية، أو مثلا بتلاقي مثلا تخش أنت تشتري من أي مكان يقول لك لا هو ده سعره غالي لأن هو الكواليتي بتاعته كويسة جدا ومش موجود زيه في السوق، أو المنتج كواليتي كويسة بس الأسعار هي اللي عالية لأن الجودة بتاعته عالية. ساعات كده بتسأل حد في بتوع السيلز يقول لك لا والله أنا المنتج بتاعي ده لو لفيت السوق كله مش هتلاقي حد يديك بالسعر ده. طب هو عرف منين او هو قدر ان هو يتك على النقطة البيعية دي ازاي؟ لانه دارس السوق، عارف المنافس ليه بيبيع بكام، معدل رينج الاسعار ماشية ازاي. يعني حتى ده هيفيدك لما انت تيجي تعمل اوفر او تيجي تعمل عروض معينة او تبتدي ان انت تجزم بيها العملاء بتوعك، تبقى انت فاهم انت بتتكلم في ايه، فاهم انت رايح فين بالظبط او بتقدم الخدمة بتاعتك رايحة فين. في نفس الوقت لازم أن تكون فاهم البرايس علشان تقدر تنافس بشكل كويس، لو انت بتنزل لديستريبيوتر او بتنزل لموزعين تبقى انت فاهم هو بيبيع بكام. يعني مثلا لو انا المنتج بتاعي بيروح لموزعين وبعد الموزعين بيبتدي يروح للاند كونسيومر او بيبتدي يروح في الاخر للمستهلك او المستخدم بتاع الخدمة، فانا ابقى فاهم انا ببيع بكام والموزع بياخد بكام، لان الموزع كل اللي يهمه ان هو ياخد كوميشن كويس، ياخد خصم كبير علشان ياخد اكبر مكسب ليه. ما بقاش انا مثلا اروح اقول له والله انا المنتج بتاعي ده
ليك ب15 جنيه وهتبيعه للزبون بتاعك ب20 جنيه، يجي يقولي لا والله انا باخد نفس المنتج المشابه ليه او المنافس ليك بسعر 12 جنيه وببيعه ب20 جنيه، فاذا هو عنده مكسب زيادة 3 جنيه، فهو انت اوريدي خلاص مش فاهم المنافس بتاعك حاطط برايس قد ايه او حاطط البرايس بوينت بتاعته بتتكلم في ايه، فانت اوريدي مش هتكون فاهم انت بتنافس ازاي بالسوق او بتروح ازاي في السوق، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك مش عارف تحدد انت بتنافس مين بالظبط. انت ممكن تشتغل على منافس وتلاقي الفرق ما بينك وما بينه كبير جدا، يعني انت تكون بتبيع مثلا المنتج او الايتم بتاعك ب50 60 جنيه وتلاقي منافس قصادك بيبيع المنتج بتاعه ب200 جنيه، وفي نفس الوقت هو شغال، فانت مش هتبقى فاهم هو ليه بيبيعه ب200 جنيه وفي نفس الوقت هو مش هيبقى فاهم. نقطة تانية، لو انت بتبيع نفس المنتج ومنافس قصادك بيبيع بس بسعر رخيص جدا، فده هيوديك لسؤال تاني، هل هو بيبيع رخيص ليه؟ علشان هو بيجيب منتجات او بيجيب مثلا عنده شغل السبلاي تشين او عنده شغل الموردين بيجيب مواد خام بسعر اقل، هل هو بيشتغل على ان هو يقلل في الكواليتي بشكل ما، هل الباكجينج والتغليف بتاعه بيجيبه بشكل رخيص جدا فبيقلل في التكلفة العامة فبيبيع البرودكت بشكل رخيص، فسعر المنتج المنافس ليك ده مهم جدا عشان تبقى فاهم المنافس اللي فيك اللي قدامك ماشي في أنهي اتجاه بالظبط، أو بيستهدف على الأقل نفس الشريحة اللي أنت بتشتغل عليها ولا لأ. النقطة اللي بعد كده، لازم تشتغل على التارجت أودينس، التارجت أودينس بتاع الكلاينت بتوعك، هل الكلاينت بتاعك هو نفس الكلاينت بتاع المنافسين ولا لأ؟ ممكن تكون انت بتشتغل على شريحة معينة والمنافس بتاعك بيشتغل على شريحة تانية، يبقى هو كده معاك في نفس السيجمنتيشن بس مش ده المنافس اللي انت المفروض تشتغل عليه، او مش ده المنافس اللي انت المفروض تعمل له اناليسيس بشكل كبير، فانت لازم تشوف المنافسين بتوعك بيتارجتوا انهي عملاء بالظبط، هل بيتارجتوا عملاء A كلاس وانت بتستهدف عملاء C فيبقى انت كده في فرق او في جاب ما بينك وما بينه، ولا هما بيستهدفوا نفس العملة، فانت لازم تفهم السن بالظبط، هما بيستهدفوا العملاء بتاعهم سنهم كام، عمرهم قد ايه، بيكلمهم بأني طريقة، لازم تدرس بشكل نوع العملاء المستهدفة، السن مهم جدا، والنوع هل هم بيستهدفوا سيدات بس ولا رجالة بس ولا بيستهدفوا الاتنين، الحالة الاجتماعية واللايف ستايل بتاع الكلاينت بتاعهم مين بالظبط، هل الكلاينت بتاعهم حد بوزيشن وحد مهم ولا هم بيشتغلوا على كلاينت عادي جدا ممكن اي حد يشتري عادي، يعني مثلا لو احنا بنبيع في العقارات ممكن هتلاقي ناس بتشتغل على بس دكاترة الاسنان ودكاترة العظام ودكاترة مش عارف ايه، هم بس شغلهم دكاترة، هم بيدور على الدكاترة لانها هو في دماغه ان الكلاينت بتاع الدكتور ده او الدكتور هو معاه فلوس فاوريدي هو يقدر يستهدفه بشكل سبيشال ويبتدي يشتغل عليه. طب انا لو حد مثلا بتاع عقارات بيستهدف مهندسين، في حد تاني بيستهدف مهندسين ودكاترة، في حد تاني بيشتغل على واي خالص بعيد بيشتغل على التارجت اودينس الناس اللي جاية من بره مصر، فهتلاقي كل واحد شغال في اتجاه معين او كل واحد بيشتغل في واي مختلف، وفي ناس بتنافس على نفس الشريحة. تمام، طب لو انا لو استهدفت نفس الشرايح بتاعت العملاء بتاعتي او اشتغلت على شرايح مختلفة عن الكلاينت المنافس بتاعي، فهل انا هو بالنسبة لي كده مش هيبقى منافس؟ لا، هو اوريدي منافس ليا بس هو شغال على شريحة مختلفة او بيستهدف شريحة مختلفة ليا، بس في يوم من الايام هيبتدي يتجه ان هو ياخد مني جزء من الكلاينت بتاعي ويبتدي يشتغل عليه او يبتدي يستهدف الكلاينت بتاعي. طيب خلاص انا فهمت المنافس بتاعي، عرفت المنتجات بتاعته ايه، فهمت هو بيستهدف مين وبيبيع بكام، اعتقد المعلومات دي هتكون بيز اساسية وحاجة مهمة جدا ان انت تفكر فيها وان انت تشتغل عليها وان انت تكون ملم بيها بشكل كبير، فانت لازم تكون فاهم الكلاينت بتاعك، لازم تكون عارف الكلاينت بتاعك ده بيروح لاني حد من المنافسين، هل المنافسين بيستهدفوا نفس الكلاينت بتاعك ولا لا، انت ممكن تستشفها او تعرفها من الكلاينت بتاعك تقول له والله انا ببيع لك المنتج ده بتجيبه منين تاني، او بتجيب لو انت ما لقيتوش هتلاقي هتشتري ايه بالظبط،
ممكن تشوف الكلاينت بتاعك بيقول لك والله لا انا بشتري الجواكت بتاعتي باهم حاجه بالنسبه لي انها تكون جلد طبيعي، فانت بتاخد المعلومه دي بتشوف مين اللي بيشتغل على النقطه دي، مين من المنافسين بتوعك بيشتغل في الجواكت، او لو انت شغال في مثلا في مجال الجواكت وبيبيع جواكت جلد طبيعي بس بيشتغل على الجزئيه دي. طيب لو انت مثلا بتشتغل على مديول معين او بتشتغل على كذا برودكت وكل برودكت ليه مجموعة معينة من المنافسين، فهتبتدي تشوف تقسم المنافسين بتوعك، المنافسين دول بينافسوني في حتة مثلا الكواليتي، المنافسين دول بيتكلموا في جزء السعر وكل منهم ليه تارجت اودينس بتاعه او بيشتغل على التارجت اودينس بطريقة معينة. لازم تعرف بعد ما خلاص انت فهمت التارجت اودينس تعرف كل الاوفرز اللي بيقدموها، الاوفرز اللي بيقدموها ايه. هو دلوقتي جه مثلا في الفالنتاين قدم منتج معين وحط عليه اوفرز مثلا واحد ومعاه واحد هدية، لا هو اشتغل على ان هو يعمل خصم 25%، لا هو اشتغل على ان هو الدليفري او التوصيل يعني مجانا. فبتبتدي تفهم الاوفرز اللي بيقدمها، التفاصيل اللي بيقدمها، الاوفر اللي بيقدمه ايه بالظبط. هل هو بيشتغل على ان هو يقدم اوفرز اصلا ولا لا، انت ممكن يكون المجال بتاعك الاوفرز فيه مش هي المين بوينت اللي بيشتغل عليها، او مش ده الجزء اللي المفروض انت تشتغل عليه، مش العملاء بتوعك مش مهم بالنسبه لهم الاوفر قد ما مهم بالنسبه لهم الكواليتي. فانت تبقى فاهم هل في اوفرز بتقدم ولا لا. تبتدي تشوف كل سيزون السيزون اللي هم شغالين فيه او السيزونز اللي بيقدموا فيها اوفر. انت ممكن تيجي مثلا في عيد الام اللي جاي تلاقي المنافسين بتوعك مش شغالين على عيد الام في اوفرز اصلا، وتلاقي نفسك انت مجهز وعامل كامبين اوفرز وما الى ذلك، وتلاقي ما فيش اوفرز اصلا نازله بالنسبه للاندستري بتاعتك. فانت لازم أن تكون عارف الاوفرز اللي بتنزل في ايه بالظبط، نوعيه الاوفرز اللي بتنزل، بتنزل لو بخصم بتبقى بنسبه كام، لو بتنزل بيه هدايا فالهدايا بتبقى عبارة عن ايه، او بتمشي ازاي بالظبط، بيوصلوها للكلاينت ولا الكلاينت بيجي يستلمها، بيستغلوا موضوع الاوفرز ازاي في الكامبينز بتاعتهم، وبتتحدد الاوفرز اللي بيستهدفوها او الاوفرز اللي هم بيشتغلوا عليها. بعد كده لازم بتشتغل على الجزء بتاع الميزة التنافسية، الكومباتيتيف نفسه، المفاتيح بتاعته ايه بالظبط، الجزء اللي بيلعب عليه كمنافس، هل هو بيشتغل على ارخص سعر ولا هو بيشتغل على الكواليتي ان هو يكون عنده كواليتي عاليه جدا، ولا هو عامل كولكشن ما بين ان هو بيقدم سعر مناسب وكواليتي مناسبه. لازم دي تكون حاجه مهمه جدا وواضحه بالنسبه لك، هل الميزه التنافسيه بتاعته ايه بالظبط، هل هو بينافس بالسعر ولا بالكواليتي، ولا بينافس بان هو موجود في اكتر من مكان، ولا بينافس بخدمة التوصيل. النقطة التنافسية بتاعته في انهي حتة، هل هو بينافس في حتة معينة ولا هو بينافس باسلوب معين او اتجاه معين. طب ده ممكن تستشفه منين او تعرفه منين، ده بتعرفه من اللوجوز بتاعهم او بتعرفه من السلوجان بتاعهم، السلوجان بتاع الكلاينت بتاع المنافسين ليك بيكون باين فيه. بيقول مثلا لو انا مثلا ماكدونالدز مثلا هتلاقيها بتقول لك اسرع دليفري في مصر، فخلاص هو اعتمد على ان هو يقدم الميزة التنافسية دي. طب الميزة التنافسية دي بتوصله لفين؟ بتوصله ان هو يكون فاهم الكلاينت بتاعه وبيقدم له خدمة معينة، وانت في نفس الوقت هتكون فاهم المنافس بتاعك ده بيلعب على انهي جزئية بالظبط، بينافس بانهي جزء بالظبط. في مثلا منافس ليك هتلاقيه بيقولك والله افضل كواليتي، ممكن منافس تاني يتكلم معاك في افضل سعر، ممكن منافس تاني يتكلم معاك ان هو موجود معاك في كل مكان، او سهل ان انت توصل للخدمة بتاعته في كل مكان. فانت لازم تشوف الميزة التنافسية اللي بيلعب عليها ايه، الكيس بتاعته، مفاتيح اللعب بتاعته بتكون في انهي واي بالظبط. الاجزاء اللي فاتت دي اللي احنا اتكلمنا فيها زي ما قلنا، اللي هو لو جبناها كده من الاول، انت بتحدد الشركة وبتحدد
المنتجات اللي بتقدمها. بعد كده بتحدد البوزيشن لكل منتج، هل والبوزيشن اللي الشركة دي بتتكلم في ايه بالظبط، ايه البوزيشن بتاعها او الاسلوب بتاعها كشركة بنقطة ظهورها في السوق، والمحور اللي هي بتضيف فيه في السوق ايه بالظبط، والبرايس بوينت التسعير بتاعهم ماشي ازاي، بينفذوا او بينزلوا اسعارهم في مستوى كام، في انهي مستوى عميل بالظبط، والتارجت اودينس طبعا لكل المنافسين بتوعك بتبقى فاهم هو بيستهدف مين بالظبط وبيشتغل عليه. قلنا بعد كده ان انت بتشتغل الاوفرز، بتشوف الاوفرز بتاعتهم ايه بالظبط، الاوفرز بيقدموها على مدار سيزونز مختلفه، وايه السيزونز اللي بينزلوا فيها اوفرز، وقلنا الكي كومباتيتيف ادفانسز بتاعتهم ايه، بيلعبوا في انهي جزئيه على الميزه التنافسيه بتاعتهم. خلونا كده نتناقش شويه في الحاجات اللي احنا البروسيس دي او النقط بتاعه الكومباتيتيف اناليسز او دراستك المنافسين. وخلينا كده نشوف لو في حد عنده سؤال في الأجزاء اللي فاتت دي، أو في حد في حاجة مش فاهمها في الأجزاء اللي فاتت دي. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ محمد، أنا متشكر جدا، بس أنا حبيت عايز استفسار بسيط. هو أنت حابب تقول لي يعني ما بين التارجت اودينس وما بين ايه؟ تمام، البوزيشننج وايه تاني؟ والتارجت اودينس صح؟ طب البوزيشننج دي انا بشتغل على ايه بالظبط كبوزيشن؟ انا دلوقتي حاطط يعني مثلا لو جينا هنا اتكلمنا، احنا قلنا ان انا البوزيشن بيتكلم في انا حاطط نفسي فين في البوزيشن ده، البوزيشن بتاع الشركة نفسه محطوط فين. انا دلوقتي مثلا لو هتكلم عن مثلا، تعالى كده ناخد مثلا منتج معين، مثلا لو كنا فودافون، قلنا مثلا فودافون الكارت هي واخده بوزيشن ان هي للناس اللي هي بتتكلم بشكل قليل، البادجت بتاعتهم او الانكم سالاري بتاعهم قليل، فبيبتدي يشتغل على الناس البسيطه، هو حاطط نفسه في البوزيشن ده. طيب لو احنا مثلا اتكلمنا على فودافون مثلا بيزنس، فده حد بتاع بيزنس، فهو حاطط نفسه في البوزيشن ده. تعالى مثلا نتكلم على مثلا البرودكت مثلا بتاع ايفون او البرودكت بتاع ابل، هو حاطط نفسه في كاتيجوري او في بوزيشن ان هو انا الناس اللي معاها فلوس، الناس اللي هي بتحب اللويالتي او الانتماء، الناس اللي بتحب التميز، او ده حد بيبقى معاه ايفون. طب لو مثلا اتكلمنا عن تليفون مثلا تاني عادي، مثلا لو اتكلمنا عن تليفونات اوبو مثلا، هو حاطط نفسه في بوزيشن معين ان هو افضل كاميرا، ان الكاميرا اللي هو بتاعت موبايله هو افضل كاميرا، لو انت عايز تتصور وتستخدم الكاميرا بتاعت الموبايل فانت عندك اوبو مقدمة البوزيشن بتاعها، او بتتكلم في الكامبينز بتاعتها كلها ان هي مقدمه الكاميرا. طب لو اتكلمنا في التارجت اودينس، التارجت اودينس مختلف تماما، هو التارجت اودينس هنا بتتكلم في الكلاينت او العميل اللي هيشتري منك، نوعيته ايه، السن، سنه من كام لكام، هل هو ستات ولا رجاله، هل هم الحاله الاجتماعيه بتاعتهم ايه، هل هم موظفين ولا ربات منزل ولا هم طلاب ولا هم رجال اعمال ولا هم ايه بالظبط. بتبتدي تشوف الاودينس بتوعك او الاودينس بتاع المنافسين، مين العملاء بتوع المنافسين بالظبط. تمام، ده البوزيشن مختلف تماما، ملوش علاقه بده، وده التارجت اودينس. تمام. ايه تاني، في مين تاني عنده سؤال، او حد، في حد مش فاهم حاجة؟ حد عنده اي سؤال تاني ولا نكمل؟ طب اسأل انا، شوف كده اختار حد ونسأله.
انتي الصوت عندك كده باين؟ كده انا عندي مشكلة في الصوت ولا ايه؟ مش حد كده يشوف يقول لنا الدنيا فيها ايه؟ طيب تمام الحمد لله. طيب حد عنده سؤال ولا أسأل أنا؟ طيب هتضطروني إن أنا أسأل، ولو سألت هيبقى الموضوع أوكي. طيب دلوقتي لو إحنا عندنا منتج مثلا، أو عندنا بلاش منتج، عندنا منافس. المنافس ده او مثلا احنا كلنا كده شغالين في براند، تعالوا كده مثلا ان احنا براند ملابس، تمام، عايزين ناخد او براند مثلا ملابس بتاع مثلا اطفال. طيب براند ملابس الاطفال ده بيشتغل على ملابس الاطفال عموما، وبنستهدف كلاس A، تمام. والبراند مثلا اسمه مثلا اسمه ماركتنج كيدز مثلا، تمام. خلينا ندردش كده مع بعض، تعالوا نشوف مين من الـ الـ مين لينا منافسين في السوق. لو احنا مثلا، او ممكن بلاش ده، ممكن حد يكون عنده براند فيكو، او حد منكم عنده براند، ونبتدي نشوف نطبق عليه او ناخد عليه كيس مختلفة. اه اتفضل. حضرتك هنطبق حاجة عندنا، طيب في منتج منها جديد زي بنفس كريم وكده، ده مش شغالين عليه، بس نفس الموضوع، عربيات جديدة حديثة بيسموها بالكواليتي والسعر زي يعني زي كريم وكده. احنا بقى عايزين ندخل بحاجة تخلي الناس مثلا تدخل عليه وتتعلم بيه أكتر، ما احنا عاملين صناعات حلوة جدا كويسة، بس للأسف التطور العالمي عشان بس تبتدي الناس تتعلم. طب احنا لما نيجي ننفذه هيكون الناس نفس السوق أو نفس الكريم، فنعمل ايه؟ تمام. تمام. لا وانا انت ممكن تكمل عادي، يعني انا كده كده اتكلمت، فانا عايز كنت تخش يعني نبتدي بقى نخش في مود المناقشة اكتر من وبعد كده نكمل عادي. أنا
هو الديزاينات، معلش لو قطعتك، الديزاينات والكونتنت ده اخر حاجة اصلا، يعني ده اخر اخر ده دي مرحلة implementation، مرحلة تنفيذ، ملهاش علاقة بالواي اللي احنا فيها دلوقتي، او ملهاش علاقة بالكيس اللي احنا فيها حاليا. انت الكيس بتاعت حضرتك دلوقتي ان انت تشوفي اوبر حاليا موجودة ايه مشاكلها، زي ما محمود ما قال، ونبتدي نطلع بقى التفاصيل بتاعتها، وبعد كده نطلع كريم نفسه، نشوف كريم ما بقاش موجود في السوق ليه حاليا، او ما بقاش موجود ليه ك ك كابليكيشن، وما بقاش متاح حاليا بشكل كبير زي اوبر، او في ناس كبير ما بقى كتير ما بقتش تثق فيها، والناس اللي داخلين جداد على السوق كمان، والمنافسين الغير مباشرين زي ما قلنا التكوسة او اي التوصيلات المختلفة. فانت لازم تشوفي المنافسين دول ايه مشاكلهم، وانت هتقدري تقدميها ازاي. يعني لو احنا مثلا خدنا الكلام ده وطبقناه على دراسة المنافسين، فهتبقى ده اهم من ان انت تخشي كونتنت. تمام، كمل يا محمود، يعني سوري لو قطعتك. لازم كمان تبص في الانتشر بس، والشركات الكبيرة زي بيبسي وكوكا كولا وشيبسي، حاجات الحاجات الكبيرة أوي دي عندها أودينس كبير، والبرنامج السوشيال ميديا عندها التواصل. الانفلونسر كمان، الانفلونسر مهمين جدا، والناس يعني لو انا جبت حد مشهور مثلا، بالظبط حد مشهور مثلا واتاخر على، او حد بتاع بيزنس واتاخر على الميتنج بتاعه مثلا فور اكزامبل، راح متصل بالبراند بتاعكو وجات له عربيه وصلته في ميعاده، واحد مثلا ممثل وعنده تصوير، لا الحق اجري، ما العربيه باظت، خد البراند، خد التوصيله بتاعته. حد تاني مثلا طلاب رايحين الامتحان مش لاحقين يوصلوا، خدوا، انت فاهمه كده. حد تاني جه يركب تاكسي، لا في مشكله، راح اتصل على عندكم، يبتدي بقى يعمل سكوب على كل المشاكل، وفي نفس الوقت لا احنا عندنا العلاج. تمام، السكيورتي بقى والابليكيشنز والكلام ده كله. دلوقتي انا في مره حصل معايا مشكله، كنت في الفجر وفي منطقه وعايز اروح بطلب اوبر، ما فيش اي حاجه، والسيجنال عندي واقعه، ومش عارف اطلب الابليكيشن، مش عايز يفتح ولا اي حاجه، اضطريت اتصل بحد علشان من عنده يطلب لي اوبر. طب انا ممكن ليه مثلا كشركة دي مثلا بالنسبة لي حاجة ويكنس، حاجة لو معيش معايا نت مش هقدر ان انا اطلب اوبر. طب انا ممكن بقى اشوف انا هقدر اوفر ده بقى كبراند جديد، اوفر ده ازاي بالنسبة لي للكلاينت. هل في رقم تليفون مثلا، خط ساخن يتصل عليه، والله انا عايز اطلب بس انا مش معايا سيجنال نت، مش ضايع بيجمع مكالمات بالعافية، ان انا ابعت
مسج مثلا اس ام اس، او من اتصل من عند اي حد، او اي حد ماشي في الشارع اعمل منه كول مثلا، او يعني ان انا يبقى في بديل عن السيجنال نت، او ان يكون في شبكة نت. فممكن دي حاجة تكون مختلفة. لازم بقى نطلع بقى المنتجات اللي بيقدموها والبوزيشن والاوفرز بيقدموها والبنفيتس والكلام ده كله، واشوف بقى المشاكل ايه، وابتدي انا انزل السوق اخترق السوق بحاجة مختلفة يعني. تمام، شكرا لك، شكرا لك. عفو. تمام، نهى. طب ازاي اقدر احدد الميزة التنافسية لشركة بروكر؟ جهاد عندك حاجة تقوليها؟ او جهاد تاني؟ هو مش بالميل، هو تحط التاتش بتاعها الشبكة عنده قطعت ولا الشبكة قطعت عنده؟ الكونتنت ويطلع منه فكرة. لا لا ولا يهمك، ما فيش اي حاجة. عموما هي كده كده. ها هو احنا ما ننساش برضو ان
فكرة التارجت اودينس هياكل معاهم الكيس دي او الكامبين دي ولا لا. فلازم نتراست على يعني نكون تراست جدا في التارجت اودينس. هو ممكن في برضه فكرة تانية إن هما يبتدوا يعملوا الشير برحلة. يعني لو عملوا كامبين وسموه مثلا الشير برحلة تبقى حاجة كويسة، إن أنت تعمل داونلود للأبلكيشن وتعمل له شير عندك بتجربتك أو بإن أنت منزل أبلكيشن عندك أو كده وتاخد بيها رحلة. فأوريدي هو في بالظبط. يعني في ناس كتير بتحب بالظبط يعني. فانت لو خدت نزلت جربت مره وعملت شير، فانت كل شير هتعمله او كل شير هتعمله تاخد عنه رحله، وعلى الاقل حتى ممكن الرحله دي يكون يعني معمول لها سيمبل كده او رولز معينه من ضمنها ان الرحله دي كام ميل او كام كيلو. فهو مثلا لو عمل 3 شير او 4 شير فيقدر ياخد كام كيلو، او مثلا يعملوها مثلا الشير بكيلو تمام. فتبقى انت عملت شير مرة فتاخد على المرة دي كيلو، فانت مثلا لو عندك مشوار كذا كام كيلو بناء على عدد الشيرز انت تقدر ان انت تاخد كام كيلو جوه الرحلة اللي انت هتاخدها. فهتلاقي اصلا الناس بتاخد يعني بتاخد اكشن في الموضوع، تبتدي ان هي تعمل شير بقى علشان تاخد رحلة، فرحلة هتجيب رحلة، فخلاص هتلاقي الناس خدت تراست في السوق ده وابتدي اشتغلت عليه. احنا ممكن على فكرة ناخد كيس تاني عادي يعني، ما ممكن ناخد يعني نكمل الجزء بعد كده ناخد الكيس اللي بعدها من نفس من الجروب، ناخد كيس تانية بقى. المرة اللي فاتت على فكرة كان معانا كيس، أو الجمعة اللي فاتت كانت بتتكلم في زيوت العربيات، فالمرة دي جبنا اتكلمنا في العربيات نفسها. يعني إن شاء الله كده نوصل للطيارات إن شاء الله. طيب نوعا كانت بتقول إن هي تقدر إزاي تنافس في أسواق مثلا. يلا ادي كيس تانية اهي، ازاي هي تقدر تنافس في سوق البروكر. اعتقد ان ده سوق اصلا صعب جدا، لانه مش بيكون اصلا في ملكه او مش بيكون في ايديه ان هو يقدم فاريتي كتير او اوبشنز كتير. فهنا بالظبط، فهنا الشركات في الجزء ده بتعتمد على حاجة معينة. اول حاجه ان هي بتاخد بروجكت حصري ليها هي بس، هي اللي تقدر تبقى بروكر الوحيد للبروجكت ده. دي اول نقطه. تاني نقطه، الشركات دي بتعتمد على السيلز تيم يكون فيري كواليفايد لانه لازم بيقدم ده. دي حاجه. حاجه تانية بتعتمد على جزئيه ان هي بتعمل ري ماركتنج كتير جدا، يعني ممكن تكلم العميل في كل بروجكت ينزل، في كل اوبشنز تنزل وما الى ذلك. بعد كده بتعتمد تمام. تمام. ممكن برضو تشتغل على الجزء بتاع ان هما تتبادل الكلاينت، يعني مثلا بتعمل ديل مع شركات تانية بروكر وتقول له والله انا عندي بروجكتس كده وانت عندك نفس البروجكت، طب انا لو عندي عميل سقط مني وما تابعتش معايا او كده تاخده وانا بدل معاك في عميل. في شركات اعرفها بتعمل القصة دي، بتفرق معاها. يعني مثلا انا الكلاينت سقط مني لما في يعني لغتهم او لغه البروكرز كشركات بيقول لك الكلاينت سقط مني، يعني هو الكلاينت خلاص قفل مع السيلز ده وقفل من الشركه خلاص. فاحيانا بيبقى انترنال بقى بيروح ل واحد تاني من السيلز تبع الشركه، واحيانا بقى بيبقى خلاص بنوديه بقى ايه شركه تانيه خالص بروكر ونقول ده كلاينت وكواليفايد بس سقط مننا، فيبتدي هو يعمل له ريتارجتنج بقى ويبتدي يهندل الكلاينت، وبعد ما يبتدي يهندله ويديله اوفرز
او فاريتي مثلا كويسه من البروجكتس المختلفه مش موجوده عند الشركه الاولانيه، يبتدي يشتغل على كده ويبتدي ينسق الدنيا معاه. حاجه كمان، الشركات بتبتدي تشتغل على كادو للكلاينت نفسه. يعني مثلا لو انا عندي كلاينت ومحتاج بروجكت معين، وابتدي ان انا هندل معاه او من من أو من يعني من فيرست امبريشن كده، اول ما بتاع السيلز يقابل الكلاينت ده يوري له المكان او يوري له الشقه او ما الى ذلك، بس هو بيسعى ان هو يقابله. بعد ما يقابله في الميتنج ده يحاول يكسبه بقى، والله ده انا واحد اتنين تلاته، ويدي له كادو ويدي له هديه، ويبتدي ان هو ايه يدخله بشكل فريندلي جدا. اول ما الكلاينت شبط ان هو يبقى فريندلي مع بتاع السيلز، خلاص انت ضمنت البيعه. فالموضوع كله بيعتمد 25% على التارجت اودينس اللي انت بتشتغل عليهم، والاستهداف بتاعك في الادز وما الى ذلك، و 75 في الاخر بقى بيرسنت، انت من 75% الاخرين دول انت بتشتغل على بتاع السيلز، لازم هو اللي ففي موضوع البروكر بتاع السيلز بيفرق جامد جدا جدا يعني. قول يا محمود، انت كنت هتقول حاجة. ميديكال برضو ما شاء الله يعني، حاجة كده. عقود الصيانة ثواني، اصلا شغاله اصلا اداري وتجاري، فده اصلا وي تاني خالص يعني اداري. ودتنا في حتة ورجعتنا في حتة تاني. هو إداري وتجاري ده موضوع تاني خالص. إداري وتجاري ده أنت محتاج بقى مش سيلز اللي هو سوري كده أنا آسف زي ما بيقولوا صايع، لا أو أنت محتاج سيلز بدلة، ويقدر إن هو يكون بتاع كلام، يعرف يعرف بالظبط، ويقدر في كلمة ونص يخلص الموضوع. لأن أنا حد تجاري مش هيقدر، مش هعرف أنا أقعد بقى أرغي معايا وأدي معايا وأحكي معايا. فأنا محتاج دي حاجة. حاجة تانية، محتاج يكون بوبليكريشن أكتر، يعني يكون حد كده واجهة، ويقدر إن هو كمان ليه علاقات كبيرة، يقدر يتواصل بقى كعلاقات يخلص لي الدنيا. فأنت الموضوع هنا محتاج ناس قدام في المجال، وفي نفس الوقت يكون بيها بقى في فاريتي. يعني مثلا انا لو انا مثلا جات لي شركه مثلا محتاجه مصنع، طب الشركه فين؟ الشركه مثلا في التجمع، مش هروح اجيب لها مثلا مصنع في العاشر مثلا، او يعني مصنع في حته بعيده. تمام، قد ما انا اشوف هو بيقدم ايه، وبناء عليه لا والله انت لو خدت في مكان كذا فده هيخدم على السبلاي تشين بتاعتك، هيخدم على المنافذ التجارية بتاعتك، هتوفر في وقت المواصلات ومجهود العربيات. محتاج حد بقى يكون فاهم، يقدر ان هو يتارجت بالطريقة دي، او يبتدي يشتغل على الطريقة دي. انت لو خدت دلوقتي في المكان كذا، فانت مستقبلا في شركات او في اماكن هتفتح كذا كذا، فانت هتبقى عملاق في وسطهم، هتبقى عندك افيلابيلتي. لو انت مثلا شركة مثلا مثلا لو انت هتفتح مثلا مستشفى، فانت اوريدي جنبك هنا في مثلا منطقة سكنية، فانت هتبقى بالنسبة لك حاجة كويسة، يقدر يقدم له الحاجات اللي تعمل ROI عنده مستقبلا. لو قدرت تقنع الجزء بتاع التجاري ده، لو قدرت تقنع الكلاينت اللي معاك ان هو مستقبلا هيعمل ROI كويس على البيزنس بتاعه، فانت كده كسبته. ما قدرتش تقنعه ان هو مستقبلا هياخد ROI او هيستفاد، انت كده مش هتقدر تقنعه، ولا تقدر بقى بمساحة ولا بالكلام ده كله. انت تقنعه ان هو هيجيب عائد على الاستثمار، ان هو حتى لو ما اشتغلش، لو هو قدام مش هيبيعها، مش هيستفاد بيها، فهو لو شغلها في كل الاحوال هو كسبان. فدي النقطة اللي في التجاري بتفرق جدا جدا يعني.
طيب في عندي استفسار بخصوص المنافسين بعد ما نخلص، بعد ما نخلص الفقرة الجاية لو سمحت. ماشي، هو لو في أي سؤال ممكن بعد ما نخلص الفقرة الجاية دي نشوف ناخد الكيس تاني أو نظبط الدنيا بشكل مختلف. طيب احنا بعد كده المفروض كنا بنتكلم في آخر حاجة عن الكيس كومباسيف أو النقاط البيعية بتاعتهم. دلوقتي هنتكلم عن السيلز تشانلز أو القنوات بتاعة البيع. انت دلوقتي القنوات بتاعة البيع بتاعتهم ايه؟ مشكلة كبيرة جدا بتلاقي حد شغال مثلا في سوق معين بيبيع في حتة وبيشتغل على انه ينافس حد بيبيع في حتة تانية. يعني مثلا لو انت بتبيع مثلا ملابس، طب انت المنافس بتاعك بيشتغل ان هو يبيع في مناطق قليلة زي مثلا، او مناطق بيتارجت فيها كلاس وانت بتارجت كلاس تاني، فانت ما ينفعش انت تحط منافس ليه، لان الكلاينت اللي بيلبس مثلا جاكيت ب 5000 مش زي الكلاينت اللي بيلبس جاكيت ب 900 و1000 او 500 او اسعار قليلة. الفرق كبير جدا، فانت لازم تشوف المنافسة فين بالظبط. يعني مثلا انا كمان ممكن اكون بشتغل وببيع من الشوب بتاعي او من المحل بتاعي، في حين ان انا المنافس ليا بقى يشتغل على السوشيال ميديا، بقى يشتغل على ويب سايت شوبينج، بقى يشتغل على وكالات، ياخد وكالة مثلا لفندق، ياخد مثلا يعمل بارتنرشيب مع مدرسة ويبتدي يشتغل معاهم. فانا لازم اشوف التشانلز اللي شغال عليها ايه المنافس بتاعي، بحدد كده بالظبط والله المنافس بتاعي بيبيع اونلاين، بيبيع بيعمل كوربريت ويبتدي يشتغل، بيعمل مثلا ديلز مع مدارس ومثلا واماكن مختلفة، بيشتغل على السوشيال ميديا بشكل كويس، بيبيع من خلال السوشيال ميديا نفسها، بيشتغل اونلاين، عامل شوب اونلاين ويبتدي يبيع من عليه ويب سايت، الكلام ده كله. فانا لازم افكر وابتدي اشوف بالظبط عشان انافس معاه واخد من نفس الشريحه دي، وابتدي اشتغل على الشرائح اللي هو بيشتغل بيستهدفها او بيشتغل فيها. فانا لازم وانا شغال اركز جدا في النقطه بتاعت السيلز تشانلز نفسها، هو بيبيع فين بالظبط. لازم اركز جدا في الجزء ده. الجزء اللي بعد كده لازم بفكر في الجزء بتاع التصدير. هل لو هو بيصدر بره مصر او هو شغال على حاجات بره مصر، ايه الدول اللي بيصدر لها وحجم التصدير وطرق التصدير اللي بيشتغل عليها والمستوردين بتوعه فين بالظبط. يعني انت لازم تفكر كده، هل الكلاينت بتوعي في دول بره والمنافس بتاعي بيستهدفهم وبيشتغل عليهم ولا لا؟ طب لو انا مثلا ببيع مثلا خدمات او سيرفيس تنفع مع اللوكال ماركت او الانترناشنال ماركت، فهل انا ليا منافسين؟ طب ما انا ممكن المنافس بتاعي اصلا يكون من بره مصر. يعني مثلا ممكن اكون انا بشتغل مثلا على مثلا رحلات الحج والعمرة مثلا، طب ما ممكن يكون في شركات من السعودية نفسها هي اللي بتشتغل على ان هي تجيب الناس اللي بره تمام، او مثلا من مصر وترجعهم تاني وهي تشتغل عليهم، ما ده منافس ليا من دولة تانية. فطيب ما هو ده كده سيرفيس من مش من نفس الدولة. طب هل ممكن مثلا لو انا ببيع مثلا كوزماتيكس مثلا، ما انا ممكن يكون المنافس بتاعي بيشتغل على انه يصدر الشغل بتاعه، بس انا في حين في الوقت حاليا مش شايف ان ده منافس ليا او مش ده واخد سوق مني، فلازم اشوف لو هو شغال اكسبورت ولا لا. شغال اكسبورت، فابتدي بقى اشوف حجم التصدير بتاعه وطرق التصدير وبيورد لمين ويستورد لمين والكلام ده كله، وابتدي اشوف التفاصيل دي. طب التفاصيل دي هعرفها منين؟ ببتدي اعرفها بقى من التشانلز اللي هو بيعلن عنها. والله احنا النهارده الشركة بتاعتنا بتفتخر ان هي وصلت بقت تشتغل ومنتجاتها وصلت مثلا امريكا، لا خلاص هو بدأ يشتغل على هناك، والله بنفتخر ان احنا بقينا موجودين في كام دولة، خلاص هو فهم، انت فهمت المنافس بتاعك شغال بيصدر فين وبيستهدف مين من عملاء وصدر منتجات ايه وبيستهدف ايه وما الى ذلك. طيب انت ممكن كمان تعرف ده من المورد نفسه اللي هو بيشتغل لحسابه، او المورد اللي بياخد منه، هو بياخد منه منتجات قد ايه وكام وما الى ذلك. طيب
بعد كده انت بتشتغل على الماركت استراتيجي، الطريقة اللي المنافس بتاعك بيعلن فيها عن نفسه. ومن الطريقة دي بتفهم حاجات كتير جدا، بتفهم ازاي تتارجت العملاء لو هم نفس العملاء. طب لو مش هم نفس العملاء فهم يبقى ده منافس بيتارجت عملاء مختلفين او بيشتغل على استراتيجي مختلفة. الكونتنت بتاعه شغال ازاي ككونتنت بقى از سوشيال ميديا او لو بانرز ولورابز جورنال الحاجات دي كلها، الادز بتاعته. طب هل المنافس بتاعي بينزل معارض؟ طب هل هو بينزل مؤتمرات بيتكلم في مؤتمرات او بينزل يعمل ندوات؟ طب هو كسوشيال كخدمات مجتمعية بيبتدي يشتغل على الخدمات المجتمعية ويبتدي يستهدفها، وإن هو يعمل خدمات للمجتمع فبالتالي بياخد فيها ماركت شير أكتر، ولا هو الاستراتيجي بتاعته في التسويق ماشية ازاي؟ طيب خلاص الجزء بتاع الماركت لازم أنا أشوف هو شغال ماركت ازاي. بعد كده بشوف الجزء بتاع طرق الشحن. طرق الشحن هو الشوبينج بتاعه بيشحن ازاي، والتوصيل والتسليم بتاعه. يعني انا مثلا ممكن يجي الاقي ان البرودكت بتاعي انا بوصله للكلاينت بيدفع عليه مصاريف شحن 70 جنيه، في حين ان هو لا، هو عامل اوفر ان انت الشحن مجانا، لان هو الشحن عنده بيتعامل مع شركة الشحن ب40 جنيه، فهو بالنسبة له مش خسران. انا لو جيت اعمل نفس الاوفر فانا هيبقى عندي مشكلة، لا انا هعمل اوفر فانا خسران 70 جنيه، او انا حاطط 70 جنيه هو يحط 40 جنيه، يكاد يكون النص. فانا لازم اشوف هو بيتعامل مع الشحن والتوصيل والتسليم والكلام ده ازاي. لازم أنا اكون فاهم الـ 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 الاجزاء دي بشكل كويس جدا. لازم بعد كده اشوف اللوكيشن، كلوكيشن هو بيشتغل على مناطق ايه؟ هل هو بيشتغل على مناطق محددة، ولا شغال على مصر كلها، ولا شغال على دولة بعينها، ولا هو شغال ازاي؟ اللوكيشنز والمواقع اللي هو بيأثر فيها بالظبط، هل هو بيشتغل على لوكيشنز معينة وبينزل فيها ولا ازاي؟ يعني مثلا لو احنا مثلا شفنا سلاسل صيدليات، طب انا بشوف السلاسل دي بتنزل في كل مكان ولا هما بينقوا اماكن معينة. لو احنا مثلا شفنا مثلا مثلا كارينا، البراند بتاع كارينا، طب هو براند كارينا ده بينزل في كل المناطق ولا هو بيختار ارياز كده معينة؟ مونجيني مثلا مختار اللوكيشن بتاعه ده هو بينزل في المترو، فده لوكيشن مختلف. فانا لازم اشوف انزل في اماكن مشابهة او في نفس الاماكن، ولا هم بينزل في محلات بس، وابتدي اشوف اللوكيشنز اللي هو بيختارها وينزل فيها علشان افهم هو بيوصل للعملاء ازاي بشكل قريب، ويبتدي يهرب لهم خطوة بخطوة ازاي. ببتدي اشتغل على الاندستري. يعني ايه اشتغل على الاندستري؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا اقول ان انا شغال في العقارات، او انا ده منافس ليا وشغال في العقارات. طب اوريدي هو شغال عقارات تجاري واداري، ولا هو شغال على سكني؟ طب هو لو شغال سكني شغال في مناطق ايه؟ بيشتغل في مناطق ايه بالظبط؟ كاندستري بقى ايه العقارات ده الاندستري او ده المجال. طب كتخصص بقى هو شغال في ايه بالظبط؟ يعني مثلا ما اجيش انا اقول والله ده انا شغال في العقارات مثلا في السكني في التجمع، وابتدي اعمل اناليسز لحد شغال تجاري او اداري في العاشر من رمضان، او شغال في منطقة صناعية، أو شغال مثلا في العاصمة. فأوريدي ده ملوش علاقة بيا، ده واخد كاتيجري معين أو واخد اندستري معينة اللي هي بتاعت السكني، وأنا أوريدي تجاري، فهو مش بينافس بعض. لو جه كلاينت عايز سكني مش هيشتري تجاري، لو جه كلاينت عايز تجاري مش هيشتري سكني. فلازم أنا أشوف الاندستري رايحة بتاعته فين بالظبط، وأشوف هو شغال على الاندستري شغال في الاتنين، ولا شغال في الجزء بتاعي أنا بس. بعد كده بشوف الكلمات الهامة اللي بيستخدمها في السوق بتاعه، الكيوردز بتاعت السوق ماشية ازاي، هل هو الكلمات اللي بنستهدف بيها في السوق او بيشتغل عليها في السوق، هل هو بيشتغل على سلوجان معين، على كلمة معينة، على في ترند معين طالع في المجال هو بيمشي وراه
وبيشتغل عليه الـ بيستهدف كلمات ايه في الاعلانات بتاعته، بيحط في السوشيال ميديا بتاعته كلمات ايه علشان افهم تفكيره رايح فين. لو انت جمعت مجموعة الكلمات اللي هو بيشتغلها بشكل كبير انت فهمت هو بيتكلم في ايه وبيحكي في ايه، او الكلمات اللي بيستهدفها عشان تقدر تنافسه اونلاين بشكل كبير جدا وتقدر تفهمه بشكل كبير. طيب بعد كده ببتدي اشوف الماركت شير بتاعه، الماركت شير هو واخد نسبة كام في السوق. طب انا ده اعرفه منين؟ اعرف من نسبة مبيعاته، اعرف من المنتجات اللي بيستخدمها، اعرف من الفولورز اللي عنده على السوشيال ميديا بيخش له كام فولورز والانجيجمنت بتاعه واصل لحد فين. بعرف من اناليسز بتاعه الويب سايت بتاعه واشوف الكونفرجن بتاعه على الويب سايت رايح لحد فين او بيشتغل لحد فين كاناليسز على الويب سايت. ببتدي اشوف بقى طرق مختلفه، ببتدي اشوف الاخبار عنه، مين بيتكلم عنه، ولو واللي بيتكلم عنه ده بيتكلم في ايه بالظبط وما الى ذلك. لازم انا اشوف بعد كده البيمنت اوبشنز اللي بيقدمها، هل انا المنتجات عندي ببيعها بشكل كاش بس؟ طب اوريدي لو هو مقدم كريدت كارد، طب هو لو عامل اقساط ان انت اتقسط وعامل ديل مع بنك معين، طب هو بيقدم البيمنت ان انت تحول مثلا فودافون كاش او تحول، فيبتدي هو بيقدم موضوع الدفع ده مهم جدا في الفترة اللي احنا فيها، او في بقى حاجة مهمة جدا ان انا اشوف الناس اللي بتشتغل معايا في نفس المجال هل بيقدموا سبل الراحة واكتر انسيابية للكلاينتس علشان يدفعوا اسهل. يعني مثلا لو انا مثلا هقدم، او حد مثلا هقدم على كورس، طب اللي هيقدم على الكورس ده لو انا جيت قلت له ادفع دلوقتي من خلال اللينك ده وما الى ذلك وادخل هنا وادفع اونلاين، ولا انا اقول له لا انت لازم تيجي المكان عندي وتدفع وتاخد وصل بان انت دفعت فلوس للكورس؟ لا انا ممكن ما اجيش اصلا عشان ادفع الفلوس، ممكن اكسل، بس ممكن وانا في البيت خلاص انا هاخد الكورس ده وابتدي ادفع اونلاين وخلاص، ادفع وانا في الشغل، ادفع وانا في المواصلات، فخلاص انا بالنسبه لي سهل لي الموضوع بشكل كبير جدا. فلازم انا اشوف طرق الدفع بتمشي ازاي. بعد كده اخر حاجه بشوفها السوشيال ميديا لينكس بتاعته، السوشيال ميديا بقى بتاعته ايه بالظبط، هو شغال على تشانلز ايه على السوشيال ميديا، شغال مثلا على فيسبوك وانستجرام، حلو جدا. طب هو مش شغال تويتر؟ لا، يبقى هو ملوش علاقه بتويتر، يبقى انا المنافس بتاعي مش بيتارجت الناس اللي على تويتر، وفي نفس الوقت مش واخد ماركت شير عليه، وفي نفس الوقت هو الاندستري بتاعته او الاندستري اللي بيستهدفها وبيشتغل فيها مش انترستد بيه السوشيال ميديا. ده طبعا لو لقيت اكتر من منافس ليا بيشتغل على نفس التشانلز فاوريدي خلاص يبقى دي التشانلز بتاعت المجال، مش لازم بقى افتح كل البلاتفورمز واشتغل عليها وابتدي اهلك وقت ومجهود وفلوس في كامبينز وحاجات وانا اوريدي مش بنافس هنا، او انا مش عايز الشريحه دي هنا. تمام، دي كلها البوينت او البروسيس اللي المفروض بتمشي عليها بتاعت الماركت لو انت بتشتغل على كومبتيتيف اناليسز، او ان انت بتعمل اناليسز لحد من المنافسين بتوعك ملمة بكل الاجزاء او كل العناصر اللي انت ممكن تحتاجها علشان تقدر تفهم الكلاينت، تقدر سوري تفهم الكومبتيتيف رايحة فين، وتبتدي تفهم المنافسين بتوعك بيعملوا ايه والتفاصيل بتاعتهم ايه بالظبط. تمام، حد عنده اي سؤال في البورت الاخير اللي احنا اشتغلنا عليه ده؟ اتفضل. تمام. هل يمكنك مثلا خبرة الشباب المؤمنين
تمام. بص، هو لازم تتكلم كده الاول وتحدد هل انت الاخبار اللي هتشتغل عليها والناس اللي انت هتستهدفها، هل انت الويب سايت بتاعك اللي انت بتشتغل عليه في الاخبار هل هو لوكال ولا هو انترناشونال؟ دي اول نقطة واول سؤال. لو هو لوكال مش قصدي انا قصدي دلوقتي على انا الويب سايت بتاعي ده بيستهدف الناس اللي موجودة جوه سوريا تشوفي الاخبار اللي انا بنزلها، ولا الناس اللي اوريدي بره سوريا بشكل مختلف؟ تمام. طيب يبقى انا كده الويب سايت بتاعي لوكال، تمام. فببتدي احدد ان المنافسين اللي موجودين في جوه سوريا وبيقدموا اخبار، لكن بيقدموها لتارجت اودينس جوه سوريا، تمام. يعني مثلا لو انا اتكلمت مثلا على البي بي سي، طب ما هي مش منافس لحضرتك لان هي ويب سايت انترناشونال. تمام. طيب لو انا مثلا اتكلمت عن اليوم السابع المصري، فدي حاجه مصر مالناش دعوه، تمام. طيب يبقى انا بشوف اولا كده بحدد اهم المواقع اللي موجوده جوه سوريا بتقدم اخبار الناس فيها تراست او الناس بتثق فيها جوه سوريا. حددت موقعين ثلاثة، ببتدي أحلل المواقع دي بكل تفاصيل الأخبار اللي بتقدمها، شكلها إيه، نوعية الأخبار، بتقدمها على هيئة برامج، بتقدمها على أي صور وتكست، بتقدمها على أي فيديوز، بتنزل لايف في الأماكن، وابتدي أنا أشوف تحركاتهم وكل الحاجات اللي بيقدموها كنوعيات أخبار وكطرق أخبار نفسها، وبيخبروا بيها الناس وتعاملاتهم مع الناس. دي أول حاجة. تاني حاجة ببتدي أحاول أعمل كونكت مع الاماكن اللي الناس بتتراست فيها وبتثق فيها وابتدي انزل فيها. يعني مثلا لو لقيت ابلكيشن اخبار، ابتدي في ابلكيشنز مثلا بتجمع اكتر من موقع في نفس الابلكيشن، ابتدي انزل في الابلكيشنز دي بالظبط، ابتدي انزل باخبار حقيقيه، ابتدي اشوف ناس بيقدروا يعملوا صدى كويس واخد منهم خبر يقدر يوصلني بشكل كبير جدا، ويقدر يعمل معايا زي ما بيقولوا كده بوم في 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 الشأن السوري، او الناس تكون انترستد بيها، وابتدي ان انا اشتغل عليه. تمام. فانت لازم بتحدد المواقع، بعد كده بتحدد الويكنس بوينت بتاعتهم وتشتغل عليها، وتحدد البوزيتيف بوينت وتبتدي ان انت تحاول توصل لها، وبتبتدي بقى انت كده بتشيل ناس انت اوريدي مش منافسين ليك، وبتحدد بقى التارجت اودينس بتوعك بشكل كبير، هل الناس دي منافسه ليك بشكل كبير ولا مش منافسه ليك. بتشوف بقى الحاجات اللي هي منافسة ليك لكن بشكل غير مباشر، زي مثلا الجرايد، زي مثلا المجلات، زي مثلا البانرز الإخبارية، زي مثلا التلفزيون وما إلى ذلك. تمام. وابتدي بقى تطلع انت التفاصيل بتاعت الناس دي، وبتبتدي تعملها ناس بشكل كويس، وبتبني استراتيجية ان انت تخترق بيها الشأن الأخبار في سوريا، وبتبتدي تشتغل على ناس. Thank you.
ممكن نشتغل على ده. الناس دي بره راحت يعني حياتهم دي قد ايه كانوا مثلا بيعصروا خلاص كملت ازاي يعني انا ليه شباب معايا يسافر او يلاقي فرصه احسن حتى في وقت الحياه اعمل معاهم كده ونفسها مكتوب او ممكن يعمل معاهم لقاءات لايف برضه هتفرق جدا. يعني لو مثلا عمل لايف يعني هتفرق جدا. طيب انت لو عملت دلوقتي لقاء مع مغتربين سوريا وفي نفس الوقت جبتهم في لايف وابتديت تتكلم معاهم عن بوينت معينه ونقط معينه، هتلاقي بقى ناس من بره انترستد وناس من جوه كمان انترستد، هتلاقي اهاليهم على الاقل اللي جوه هيخش يشوفوهم، فده هيسيب صدى معاهم وهيسيب علامه وهيسيب تراست مع الناس دي. تمام بالظبط. يعني ممكن بقى ابتدي تراست بقى في الحته بتاعت زمان، طب زمان سوري كانت عامله ازاي، طب فانت ده هتبني عند الناس جزء عاطفي بشكل كبير، والجزء العاطفي دايما بيبني لويالتي وبيبني انتماء بشكل كبير عند الناس، خصوصا احنا في الوطن العربي، فهتلاقي في ناس مهتميه بقى ان سوريا كانت وكانت وكانت، فهو هتلاقي ناس كتير مهتميه بالحته دي وبتحن للحاجات دي، فده هيبني صدى على الاقل لاسم الويب سايت بتاعك او اسم القناه الاخباريه بتاعتك ويبتدي تسمع بشكل كبير. يعني شكرا عفوا. تمام. في اي سؤال بقى في اجزاء الكومباتيتف اناليسز؟ ممكن لو من المنتجات اللي بيقدمها والخدمات اللي بيقدمها وبناء على البيزنس موديل بتاعه. يعني مثلا هو دلوقتي بيقدم خدمات ان هو بيبيع، مثلا هو براند ايه او بيبيع ايه؟ دي أول نقطة. تاني نقطة بتبتدي تحددي مين تاني بيعمل بروتين للشعر والناس مهتمية بيه. يعني مثلا أولا هتشوفي الشريحة بتاعت الكوافيرات هي مين في نفس الواي بينافسها ولا لأ. تاني حاجة هتشوفي مين الناس اللي بتبيع
نفس المواد دي او نفس حاجات البروتين، لكن ناس ملهاش علاقة بالكوافيرات، شغالة كده فريلانسر، او ان هي بيبيع بروتين وبيعملوه وما الى ذلك. هتبتدي بقى تقسمي سيجمنتيشن وتارجتنج وبوزيشن. هل السيجمنتيشن فيها بتوع كوافيرات، فيها الناس الفريلانسر، فيها الناس اللي بيبيعوا منتجات لوحدهم، فيها شركات بتبيع منتجات البروتين لوحدها وما الى ذلك. خلاص قسمتيهم، بتبتدي تشوفي مين المنافس ليكي فيه. تمام، بعد ما قسمتيهم بتبتدي تشوفي هم المنتجات بتاعتهم مباشرة نفس المنتجات بتاعتك ولا منتجات غير مباشرة، وتقسمي منتجات مباشرة او منافس مباشر ومنافس غير مباشر. ببتدي بعد كده اشوف بقى اذا سوشيال ميديا بقى اونلاين موجودين ولا لا. اللي موجود، طب موجود فين؟ انستجرام. فببتدي اشوف على انستجرام الناس اللي موجودين عددهم قد ايه وما الى ذلك. على اليوتيوب برضه هتلاقي منهم جزء كبير، ببتدي اشوف على اليوتيوب الناس اللي موجودين، وابتدي اشوف بقى معدل الاسعار، ابتدي اشوف المنتجات اللي بيستخدموها، ابتدي اشوف الطرق اللي بيجذبوا بيها الناس، ابتدي اشوف نوعية الاعلانات اللي بيعملوها، وابتدي احدد استراتيجي لنفسي كده، واشوف التارجت اودينس كمان بتوعي مين. يعني هل انا مثلا اقدر ان انا ابيع البروتين ده لمصر كلها ولا للقاهرة بس ولا اسماعيليه بس ولا ايه بالظبط، وانا اشوف مين اللي في نفس الاريا بتاعتي والكلاينت بتاعي. هل هو عشان يعمل بروتين هل هيسيب الاريا دي ولا اوسع اريا ممكن يروحها فين، وابتدي احدد اللوكيشن اللي انا بتارجته واشتغل عليه والاودينس اللي موجودين فيه وما الى ذلك. وبعد كده خلاص انا فهمت مين اللي مسيطر على السوق حواليا بنسبة كبيرة، ابتدي احددهم زي ما قلنا 20-80. مين 20% من، لو انا جمعت 10 اماكن بيشتغلوا بينافسوني، فالعشرة دول فيهم 3 هم التوب كومباتيتيف، او دول الناس التوب جدا، وابتدي اطلع الاناليسيس بتاعتهم وابتدي احللهم بشكل كبير جدا واسكوب عليهم، وبعد كده ابني الاستراتيجية بتاعتي واشتغل. تمام، في اي اسئلة تانية او حد في عنده مشكلة في الأجزاء اللي اتكلمنا فيها؟ النت عندي فصل ولا محدش عنده مشكلة؟ اه اخذت كل ال لا لو عندك أي حاجة اسألي عادي يعني. تمام. وبعدين بيبقوا كلهم اصلا مش اشخاص يعني، لو معلش قطعتك، كلهم مش اشخاص، ده دول كلهم من البراندات اصلا يعني. يعني بتلاقي كل واحد بيخش ينصر براندو يعني. يعني هتلاقي مثلا حد تبع شركة او تبع كوافير يقول لك والله خش الكوافير ده جميل جدا، وهو اصلا تلاقيه شغال في الكوافير. تمام. التطوير في جوجل في الجزء بتاعك ده بيبقى في جوجل، بس جوجل ماب بقى يعني، افتحي جوجل ماب هيديك ريزلت كويسه جدا جدا، انما جوجل ريسيرش عادي الحاجات اللي بتظهر لك في السيرفر بتاع جوجل او يعني في صفحه جوجل عادي، دي مش هتديك النتيجه اللي انت مستنياها، لكن على جوجل ماب هتفرق معاك جدا. دي حاجه. حاجه تانية، شوفي اقرب ايفنت امتى او اقرب
مؤتمر او اقرب معرض للمجال اللي انت بتشتغل عليه، ومن المعرض ده هتلاقي كل اللي انت عايزاه واللي انت مش عايزاه، وهتلاقي كل بص بقى، اصلا في المعارض دي انت ممكن تعملي ماركت يعني كومبيتيتيف اناليسيس على مدار اليوم وانت في المعرض لوحدك. تمام؟ انت مجال ايه؟ مجال ايه قلتي تاني؟ قولي تاني. مجال مطاعم، مجال في مطاعم بتلاقيها يعني، مثلا انت تدخلي على جوجل واكتبي معارض ومؤتمرات المطاعم، او في معارض بتنزل للاماكن اللي بتخدم على المطاعم نفسها زي السيرفيس والمطابخ والحاجات بتاعت المطاعم، هتلاقي فيها هناك الناس بتوع المطاعم قاعدين هناك. تمام؟ هتنزلي هناك وتشوفي الناس اللي موجودة ايه وما الى ذلك. هتنزلي تشوفي اصهر الناس الشباب اللي في المنطقة بيروحوا فين، المطاعم ايه بالظبط. تمام؟ ادخلي على طلبات وحددي اللوكيشن اللي انت قاعدة فيه. تمام؟ بناء على اللوكيشن ده هيجيب لك كل المطاعم اللي بتخدم على الاريا دي، لان طلبات بتشتغل بنظام اللابتوب بنظام التابلت. يعني بتجيب بالظبط. هاتي اوبر ولفي في المنطقه كلها وشوفي المطاعم، يعني الموضوع هتلاقي يعني في افيلابيليتي مفتوحه معاكي، يعني تمام، في فيرت كتير يعني. بالظبط. يعني كل بلاتفورم، يعني كل بلاتفورم موجودين الاودينس فين، مكان الاودينس. بص انا اصلا كمان لما بحب اشتغل على اي حاجه ابتدي من الاودينس، يعني الاودينس هو اللي هيدلني على كل حاجه بصراحه. يعني في الاودينس. شكرا لله. الناس اللي بتسأل على التولز، انا بكتب لكم التولز اللي انا بستخدمها او اللي انا عارفها. في نفس الوقت برضو وانتوا شغالين يعملوا سيرش على التولز، طبعا هتلاقوا تولز كتير جدا اصلا ممكن تشتغلوا عليها، بتجيب شغل كبير طبعا. لو انت مثلا هنشتغل مثلا في ورانك مثلا، ده برضو كويس جدا بصراحة. جوجل ادورد، انتوا متابعين وشايفين ال انا ببعت لكم ال واللي عنده برضو اللي عنده اي تولز بيستخدمها ممكن برضو يكتبها لبقيتنا. في حاجات في الفري، وفي بيبقى تول فيها جزء فري ممكن تستفيد منه، وفي جزء بيد يعني، بس الجزء الفري دي فيه دسم بصراحة، يعني بيبقى بيفيدك بقى كتير. وطبعا انت بتشوف الافيليبيشن الحاجات الافيليتي المتاحة وبتبتدي تشتغل عليها. طبعا سيم راش ده يعني حاجة كده. لا، فيها جزء كبير، فيها تول سوشيال ميديا اناليسيس كاملة فري يعني بصراحة انا بستخدمها دايما. هقول لك على حاجة، لو فري المدة اعمل ادخل على اي ويب سايت واكتب اي قصدي ادخل على جوجل واكتب ايميل فيك وخد اللينك الايميل فيك وحطه فيها واشتغل. يعني انت من ايه؟ بالظبط. وبعد كده خلاص الميل عدى، اعمل حاجة تانية، يعني خد ميل، اعمل ميل تاني، ما اكتر الايميلات يعني. سيميلار ويب من برضو من الحاجات الكويسة جدا، وبرضو وموز برضو. تمام؟ في اتنين. تحس اصلا نفس الديزاين مقارب بتاع الويب سايت، تحس واحد ديفلوبر واحد اللي عامل
اوبر سجست اوبر سجست اوبر سجست برضو كويسة، بس مش عارف نفسيا مش برتاح يعني. سيمراش بالنسبة لي افضل. تمام. في برضو الفري فان بيج كارما دي مشهورة يعني جدا. تمام. فان بيج كارما، وفي واحدة كمان شبيهة ليها بحاول افتكر اسمها. هو عموما دي كلها تولز انت ممكن تستخدموها. الناس اللي كانت بتسأل على التولز هتفرق معاكوا جدا وانتوا بتعملوا اناليسز للمنافسين يعني. ايه تاني اقدر استخدمه وانا ببحث عن المنافسين؟ ايه تاني اقدر استخدمه في ايه يعني؟ انا يعني ايه اللي انا مش فاهم، ايه اللي انا اقدر استخدمه وانا ببحث عن ايه يعني؟ فين في السؤال استخدم؟ ما انا هي بتقول ايه تاني اقدر استخدمه وانا ببحث عن نفسي. ايه تاني في ايه يعني؟ بس انا مش بعرف. لازم تحددي يا شباب ولا ايه؟ ولا اس اي او ولا سوشيال ميديا ولا ايه؟ لا، هو مفيش تولز هتديني كل حاجه، حتى لو هي بتدي كل حاجه ففيها حاجات بتبقى واقعه، ففي تولز تانية بتبقى افضل يعني. مثلا لو انا هشتغل مثلا على موز فده في الويب سايت حاجه او اس اي او حاجه خرافه يعني. لو انا بشتغل على ويب سايت بعينه بكامل ترافيك ومع ذلك فسيميلر ويب كويس. لو انا بشتغل على سوشيال ميديا فسبوتيفاي وسيمراش كويسين. لو انا بشتغل على كي ووردز ومع ذلك فجوجل ادورز في جوجل برانر وما الى ذلك. لو انا بشتغل على اناليسيس للويب سايت ف ورك رانك كويس. لو انا بشتغل سيرش عادي عشان اجيب داتا او ان انا اشتغل على معلومات عامه ف كويك سيرش كويس. لو انا سوشيال ميديا فانا بشتغل الكلام ده كله. نيل باتل برضو كويس تبع اللي احنا كنا لسه بنقول عليها اوفر سجست. ف الحاجات دي كلها كويسة يعني، ومنها أصلا هيجي لكم سجست لتوز تانية مختلفة يعني. تمام. كده في أي حد عنده أي سؤال تاني؟ طيب تمام، حلو كده النهاردة. إن شاء الله يا جماعة يعني، أتمنى إن أنا أكون أفدتكم بصراحة النهاردة يعني، بقطعة النت اللي حصلت دي. وبإذن الله بقى الجمعة الجاية إن شاء الله نتقابل ويكون في موضوع جديد أو نتكلم في حاجة جديدة زي كل جمعة. ولو حد يحتاج أي حاجة أو هو شغال فيها ممكن يعني يبعت لي في أي وقت يعني أساعده. ولو التمبلت اللي أنا كنت بشغال منها أو البرزنتيشن دي محتاجينها عشان تمشي على الخطوات دي أنا ممكن أبعتها لكم لو أنتوا بالنسبة لكم هتحتاجوه أو محتاجينها يعني عشان تبقوا منها. تمام ماشي، ما فيش مشكلة، هبعتها ليكم. تمام. يعني بس فكروني بعد أو أنا ممكن يعني ممكن أنا هنزلها أو يعني أشوف برضو عشان لو في حد تاني برضو من الناس اللي محضرتش النهاردة أحتاجها برضو أبعتها له يعني بسيطة. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه الجايه، وكان يوم جامد. شكرا ليكم كلكم، وشكرا ليك يا محمود اضفت كتير النهارده. خلاص تمام، مفيش مشكلة. كده كده يعني كل جمعة بنلاقي حد أصلا جاي بكيس استادي جديدة يعني. المرة اللي قبل دي كانت زيت قلتلكوا عربيات، المرة اللي قبلها كنا واخدين حاجة كوزماتيك، المرة اللي قبلها أو في مرة برضه من المرات كنا واخدين عقارات. يعني كل مرة بنلاقي حد طالع بكيس جديدة فدي بتبقى حاجة كويسة يعني. زي الفل. ماشي يا شباب، تصبحوا على خير.